بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أعزائي متابعي القناة، بعض المنصرين بيتكلموا بثقة جديدة وبيقولوا أن شيوخ المسلمين بيضحكوا على المسلمين وبيقولوا لهم أن المسيحية مأخوذة من الوثنية، وأن الكلام ده مستحيح لأنهم بياخدوا الكلام ده من الملحدين. واحد من المنصرين ضرب مثال على ان منهجية الدكتور منقذ السكار في طرحه لفكرة الوثنية في المسيحية انه لجأ الى كتب ملحدين. منهجية الشيخ منقذ السكار في طرح هذه الشبهة، المنهجية التي اتبعها الشيخ هي انه وهو دكتور ومقارن اديان، يعني معاه دكتوراه في هذا الامر، فعوضا عن ان يحيل المستمع الى المصدر الهندوسي او البوذي مباشرة، ماذا فعل؟ ترك المصدر الاصلي وذهب الى كتب ملحدين. نعم، ذهب الى كتب الملحدين، اي ان الشيخ اعتمد على بحثه على كتب ملحدين يقرأ منها ويقدم الشبهة. مش معقول، يخرب بيتك انت بتجيب الكلام ده منين؟ ومش المنصر ده بس اللي نشر التدليس بين المسيحيين، ده رشيد حمامي كمان قال ان دي شبهة رددها الملحدون واخذها عنهم المسلمون. هذه الحلقة هي عن شبهة طالما رددها الملحدون واخذها عنهم المسلمون. هذه الشبهة باختصار تقول ان العقائد المسيحية مأخوذة من ديانات وثنية سبقت المسيحية. وهل ذلك حسن فعلا جدا؟ وزي ما عودناكم وعودنا المنصرين اللي بيدلسوا على شعب الكنيسة، هنسمع الرد على الكلام ده من علماء ورجال دين مسيحيين ومش ملحدين زي ما المنصرين بيروجوا للفكرة دي، وده لأنهم عارفين كويس إن عوام المسيحيين مش بيبحثوا عن حاجة ويكتفوا بمقولة آمين آمين آمين. وعلشان كده مصادر بحثنا هتكون مصادر مسيحية ومن أقوال علماء ورجال دين مسيحيين. وأول مصدر لينا النهاردة اللي بيثبت إن المسيحية بتقتبس من الوثنية هو كتاب حتمية التجسد الإلهي للكاتب المسيحي حلم القمص يعقوب، واللي مش ملحد أهو وأرثوذكسي، واللي كتابه مشهور في الموقع الأرثوذكسي موقع الأنباتكلة، وتحت عنوان هل عقيدة التجسد مستوحاة من العبادات الوثنية كما قالوا عن فرعون إنه ابن آمون أو ابن رع، والإسكندر الأكبر ابن آمون، وقالوا عن بوزة إنه ابن الله. وتأتي الإجابة بكل بساطة أن معظم الديانات الوثنية القديمة كانت تؤمن بتجسد ابن الإله الذي تعبده. فمن أين جاءت هذه الفكرة المتكررة؟ إنها جاءت في الوعد الإلهي بخلاص البشرية، وإن نسل المرأة يسحق رأس الحية. فبعد الطوفان تفرق بنو نوح شرقا وغربا وهم يحملون هذه الوعود، وعندما انحرف نسلهم وعبدوا الطبيعة وسجدوا للمخلوق دون الخالق، ظهرت هذه الوعود في عباداتهم المختلفة بصور مختلفة مع تكرار ذات الفكرة، كما إن في الإنسان دافع فطري يدفعه إلى تلبية رغباته واحتياجاته، حتى لو كان الإنسان يجهل هذه الاحتياجات على وجه التحديد، ولكن شعوره بالاحتياج للخلاص من واقعه الأليم ومستقبله المظلم يجعله يتصور تجسد ابن الإله. وده إقرار واضح وصريح بأن معظم الديانات الوثنية القديمة كانت بتؤمن بتجسد ابن الإله اللي بيعبده، وإن ابنه هينزل يعيش على الأرض كإنسان، بالإضافة إن ابن الإله ده هيخلصهم من واقعهم الأليم. والفكرة دي مش موجودة في الإسلام، لأن الإسلام بينكر الصلب والفداء والخلاص وعدم وجود ابن لله. لذلك قال سبحانه وتعالى في سورة مريم آية 92 وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لأنه لا يليق به لجلاله وعظمته، لأن جميع الخلائق عبيد له. أما المصدر الثاني واللي أكد أن المسيحية تبنت الوثنية هو كتاب قصة الحضارة للكاتب المسيحي ويل ديورانت، الجزء 11 صفحة 275. إن المسيحية لم تقضي على الوثنية بل تبنتها، ذلك إن العقل اليوناني المحتضر عاد إلى الحياة في صورة جديدة في لاهوت الكنيسة وطقوسها. أما القس الأرثوذكسي بين قوسين غير الملحد
منسي يوحنا بيقول في كتابه شمس البر صفحة 131: وكانت عقيدة الوثنيين في الثالوث أنه ثلاثة آلهة، بعكس المسيحية التي توحد الله ولا تشرك معه آخر. نعم يا فندم، لا حضرتك غلطان، المسيحية مش بتوحد الله ولا حاجة، بالعكس تماما، انتوا بتعبدوا ثلاثة آلهة وبتشركوا بالله، والدليل ان في صلاة اسمها صلاة الصلح واللي فيها نص صريح بالشرك بالله. نسمع كده مع بعض المقطع ده. الذي كان الدائم إلى الأبد، الذاتي والمساوي والجليس والخالق الشريك، كمعا الخالق الشرير كمعا الأب، والخالق الشرير كمعا الأب. يا نهار اسود يا نهار اسود. وعلشان انتوا عارفين ان كلمة شرك دي ادانة ليكوا، جه القس برسوم شاكر وحرف وحذف كلمة الشريك وحط مكانها كلمة الواحد. الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد، الذاتي والمساوي والجليس، الخالق الواحد مع دي المصيبة السودة، يا دي المصيبة السودة اللي ما يتلبس عليها تياب. ونعرض لمرجع آخر وهو كتاب تاريخ المسيحية الشرقية للمؤلف عزيز سوريال عطية، بين قوسين كمان مش ملحد. كان يعمل أستاذا لتاريخ العصور الوسطى بقسم التاريخ أداب الإسكندرية حتى أوائل الخمسينات، كما شغل منصب مدير معهد الدراسات القبطية بالقاهرة، واللي أكد أن المصريين القدماء كان عندهم ثالوث مشابه للثالوث المسيحي، حيث يقول في صفحة 26: كما أن فكرة الثالوث قد وجدت في نفوس المصريين قبولا كبيرا نظرا لتشابهها مع الكثير من الثلاثيات في عقائدهم، فلقد كان لكل مدينة هامة في مصر القديمة ثالوثها الخاص بها، وكان أهم ثالوث ذاك الخاص بأوزوريس وإيزيس وابنهما حورس، كما أن قيامة أوزوريس من الموت كانت شبيهة بقيامة المسيح من القبر، وجاءت سورة العذراء مريم والطفل المسيح لتذكر المصريين أيضا بسورة إيزيس وابنها حورس. والواقع أن التصوير المبكر للعذراء في الفن القبطي كان مماثلا لسورة إيزيس وهي ترضع الطفل حورس، وقد زل هذا التماثل ملمحا ثابتا في الأيقونات القبطية. ونستشهد بآخر مرجع وهو كتاب الأدب والدين عند قدماء المصريين للكاتب المسيحي أنطون زكري، بين قوسين مش ملحد، وهو عالم لغات ومؤرخ مصري. ولد في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج لأسرة مصرية من الأقباط الكاثوليك، وبيقول في صفحة 76 تحت عنوان فرعي عقيدة مدينة طيبة: اختصت هذه المدينة بعبادة الإله آمون، ولم تختلف عقيدتها في شيء عن عقيدة مدينة هليوبوليس. ويظهر لنا أن آمون كان عندهم يشبه المعبود أتوم، من حيث أنه إله خالق كل شيء ومدبر كل شيء ورئيس الآلهة وملك المخلوقات، وامتزج بالشمس، وكان يدعونه آمون رع. واعتقد أهل طيبة بالثالوث وهو عبارة عن آمون وموت وخنسو، وكانوا يرون أنهم ثلاثة أقانيم في إله واحد. والثلاثة أقانيم في إله واحد ده اعتقاد المسيحيين في الوقت الحالي، يعني هم بدلوا أسماء الآلهة الثلاثة مش أكتر، فبدلا من آمون وموت وخنسو أصبحت الآلهة هي الآب والابن والروح القدس. وبكرر مرة تانية إن ده مش كلامي ولا كلام علماء المسلمين،
ده كلام مؤلفين مسيحيين ومش ملحدين، قالوا الحقيقة لأنهم ما كانوش يعتقدوا أن كلامهم ده هيوصل للمسلمين ويكون حج عليهم في يوم من الأيام. ومش المؤلفين دول بس اللي أكدوا أن المسيحية لها جذور وثنية. فتعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده لناشطة مسيحية ونسمع بتقول إيه. التراث الإيماني الفرعوني أنا بعتبره مهم جدا الكنيسة الإبسية الأرثوذكسية، ومن نظريتي أن المسيحية انتشرت بسرعة في مصر لأنها مبنية على قواعد إيمانية في التراث الفرعوني، مثل الثالوث المقدس. وكمان في اعتراف بالتفصيل بأن المسيحية ليها جذور وثنية من الأنبا يؤنس أسقف الغربية المتنيح، واللي كان من أبناء دير السريان بوادي النطرون، واللي توفي سنة 1987. ونسمع كده مع بعض اعترافه. فكرة الثالوث لم تكن جديدة على المصر القديم، فلقد كان يعرف عقائد لأكثر من ثالوث في ديانته. كان لكل مدينة هامة في مصر القديمة نوع من الثالوث، كان أشهرها ثالوث أوزوريس وإيزيس وحور ابنهما. كانت قيامة أوزوريس من الموت في الأسطورة بتاعته إنه مات وقام. كانت قيامة أوزوريس من الموت في أسطورته تحمله تحمل المصر القديم على قبول عقيدة قيامة المسيح من بين الأموات، حاجة مش غريبة عليه. كما أن إيزيس وابنها حور تقرب إليه أمومة العذراء مريم للطفل يسوع. ولا نعد الحقيقة إذا قلنا إن التصوير القديم القدسي لمريم العذراء ليس سوى نسخة طفل الأصل لإيزيس وهي ترضع طفلها حور. وغدت هذه من ملامح فن الإيقونات القدسية. قصة البشارة وحلول الروح القدس على العذراء مريم والميلاد المعجزي للرب يسوع منها، هذه أيضا لم تكن جديدة على العقل المصري القديم. ففي الأساطير المصرية القديمة أن بقرة بكرا ولدت إله أبي بعد أن نفخ فيها بتاع إله الخلق روحه المقدس. الأسطورة بتقول كده. ومعنا كمان لزيادة التوثيق والتأكيد مذيع أحد البرامج التلفزيونية الأجنبية، وهو بيأكد إن الثالوث المسيحي مبني على أفكار ومفاهيم وثنية. Reality of the Trinity, and that is, it is based on pagan ideas and concepts. And I want to share with you a few references today. The first one is from The Old Truths in a New Light. This was a publication published in 1876, and it's page 382 in this publication. And here's what it says. It goes on to explain. It says, it is generally, although erroneously supposed, that the doctrine of the Trinity is a Christian origin. Nearly every nation of antiquity possessed a similar doctrine. So we find here that it says almost every religion in the ancient world had a belief similar to what we find within Christianity involving the Trinity. And the Roman Church understand the Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, and the triune relationship there, that we see the same thing in Hinduism, we see the same thing in Babylonian religion, we see the same thing in Egyptian religion, and so many other cultures throughout antiquity. I want a reference. This is from the Story of Civilization, Volume 3. Here's what it says about this concept, again known as the Trinity. Christianity did not destroy paganism, it adopted it. I want to stop there for just a moment. That is such an amazing statement. Think about that. Think about what this author is saying, this reference is acknowledging here. It is saying here that Christianity did not remove paganism within the church, it adopted it. And we see this with so many facets of Christianity, you know, whether it's Easter, whether it's Christmas, whether it's Lent, or many, many other facets within Christianity. They have adopted these pagan ideas. Now listen, I'm not saying all Christians are pagans, so I want you to understand that. But so much of the church's theology is based on pagan ideas, which they developed very early on within the church, and we see that here. ونختم بتصريح خطير للأنبا رفائيل، وهو أحد قيادات الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، وهو بيأكد إن عيد الشمس هو عيد وثني، وإن الدولة لما تنصرت قسطنطين أخذ الأعياد الوثنية، ومن ضمنها عيد الشمس اللي ميعاده 25 ديسمبر من كل عام، وقال هنعتبره عيد ميلاد المسيح اللي هو الكريسماس حاليا يعني.
كان في عيد وطني اسمه عيد الشمس عند الدولة الرومانية. العيد ده كان يوم 25 ديسمبر. لما جت الدولة اتنصرت راح قسطنطين الملك نصر الأعياد. ومن ضمنها عيد الشمس بتاع إله الشمس دوت راح منصره وقال لك هنعتبره دوت يوم كريسمس عيد ميلاد المسيح. يا نهار اسود يا نهار اسود. والقرآن الكريم كشف الحقيقة المرة دي ووضح إن عقائد الوثنيات القديمة اللي ضلوا وأضلوا موجودة في كتب أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى. لذلك قال الله عز وجل في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالقرآن وضح قبل كده ان اليهود والنصارى حرفوا وبدلوا في كتبهم بدون تفاصيل، وعلماء المسيحية تفضلوا مشكورين واتكلموا بالتفصيل عن ازاي تمت عملية التحريف دي. والقرآن بيقول لنا ان اليهود والنصارى اتبعوا اهواء قوم قد ضلوا، والمقصود هنا الوثنيين. فجي علماء المسيحية أكدوا ووضحوا إزاي هم اتبعوا ضلال الوثنيين. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.